اهلا بيكم معانا في الفاست ميد ريفيو لموضوع السيدروبلاستيك انيميا، وللتفانى دي فورم اوف انيميا كوزد باي ان ابيليتي تو انكوربريت الايرن انتو الهيموجلوبين مولكيول، فمش عارف يدخل الايرن جوه ايه الهيموجلوبين، ده مشكلته. ها الاسباب متعدده الحقيقه، زي ممكن هيريديتري كوزز بالذات تيجي في الرجاله، الاي ان اتش ثيرابي ممكن يعملها كرونيك ليد بويزنينج ممكن يخلي الايرن مش عارف يدخل الهيموجلوبين مولكيول، روماتويد ارثرايتس كرونيك كيسز ممكن يحصل نفس المشكله دي معاها، فيتامين بي 6 ديفيشنسي مهم قوي فيتامين بي 6 لعمليه الانكوربريشن دي، فالديفيشنسي بتاعته ممكن في بعض الحالات تبقى هي السبب الرئيسي للسيدروبلاستيك انيميا. الكوهوليزم برضو ممكن يلعب رول زي ما قلنا. الحقيقه طالما الايرن مش عارف يدخل هيموجلوبين مولكيول يبقى كان عندي هيموجلوبين ديفيشنسي او مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، كان ايرن ناقص بالظبط، ما هو مش عارف يكتمل المكون الهيموجلوبين، فتبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك، زائد ان الحديد اللي مش عارف يدخل الهيموجلوبين مولكيول بيترسب بره ويبدا يديني شكل السيدروبلاست دي اللي يسموها رينج سيدروبلاست عشان حواليها رينج بالحديد المترسب كده اهوت. واتفقنا ان في انيميا كاي انيميا بكل الجنرال مانيفيستيشنز بلس الاندرلاين كوز بتاعها بيبقى واضح، سواء هو عنده بياخد اي ان اتش، سواء عنده روماتويد مده طويله او الى اخره من باقي الاسباب. الانفستيجيشنز بتعتمد هنا لو تفتكروا الايرن محمول على الايرن بايندنج كاباسيتي، هنا هو دي الحته دي اللي فاضيه، هنا بقى الايرن مش عارف يدخل في الهيموجلوبين مولكيول فبيعلى عكس الايرن ديفيش انيميا يملى البروتين، يبقى تبص تلاقي الايرن ليفل عالي مش واضح، زائد ان هو الايرن بايندنج كاباسيتي هتبدا تقل بعد ما كانت ثلاثه اهو اتملوا اثنين ففاضل واحده، الكاباسيتي واحد بس، فتبقى قليله تقل الايرن بايندنج كاباسيتي، عشان كده الستورز مش هتعرف تنقل الايرن بتاعها للبروتين ده، وبالتالي تبدا تعلى الستورز اوف ايرن جوه البون مارو، ولذا في الانفستيجيشن نلاقي السيرم ايرن عالي، ده متوقع مش عارف يدخل في الهيموجلوبين، طالما عالي بيملى البروتين وتقل الكاباسيتي بتاعته اللي هم الحبه الفاضيين دول فيقل الايرن بايندنج كاباسيتي، وفي نفس الوقت طالما قلت الايرن بايندنج كاباسيتي الستورز مش عارفه تفضي بقى مفيش حاجه تاخد منها تبدا تعلى الستورز اهم، وفي نفس الوقت الخلايا بعضها فيها الرينج سيدروبلاست بعضها مش باين فيها فيديني مشكل يسموها دايامورفيك بلاد بيكتشر فيها التو تايبس اوف سيلز واضحين النورمال والسيدروبلاستيك سيلز. العلاج بتاع الكوز هو اساس الموضوع كله، زائد فيتامين بي 6 فيري هاي دوز ممكن يجيب نتيجه في بعض الهيريديتري كونديشنز اللي ريليتد للفيتامين بي 6 ديسفانكشن هنا. اللي فبندي بايريدوكسين 100 ملي جرام تي دي اس ممكن يساعد في بعض الحالات. والى اللقاء مع موضوع جديد في الفاست ميد ريفيو هيماتولوجي، شكرا جزيلا.